السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب صف أول متوسط. اليوم إن شاء الله في مادة الاجتماعيات في الأسبوع 11 سيكون موضوعنا عن مجالات الأمن الوطني، مجالات الأمن الوطني. الدرس 13 مجالات الأمن الوطني. ما هي المجالات؟ الأمن الوطني هو جزء مهم من حياة الإنسان، لأن الإنسان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا فالأمن يتأثر بتطور المجتمع والحياة ويواكب تغيراتها وتتعدد مجالاته وتتنوع. ومن أبرز مجالات الأمن الوطني ما يأتي. إذن مجالات الأمن الوطني أو المجالات هو أن الأمن الوطني هو جزء مهم من حياة الإنسان، والإنسان هو جزء من المجتمع. إذن الأمن الوطني يخدم الإنسان ويخدم المجتمع ككل. فما هي مجالات الأمن الوطني؟ سؤال هنا يا شباب، نقول ما هي مجالات الأمن الوطني أو أذكر مجالات الأمن الوطني. عندي هنا 8 عناصر، أحفظ 4 عناصر فقط: الأمن الديني والفكري، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، الأمن العسكري، الأمن السياسي، الأمن المعلوماتي، الأمن البيئي. إذن اذكر مجالات الأمن الوطني أو أنواع مجالات الأمن الوطني، نحفظ أي 4 من هؤلاء الـ8. أولا الأمن الديني والفكري. ما هو الأمن الديني؟ نلاحظ من العنوان أن الأمن الديني هو يتعلق بمفهوم الدين، فهنا يتحدث ويقول، استمع معي، هو فهم الدين كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. فجميعنا نعلم أن دولتنا ولله الحمد وملكتنا الحبيبة قائمة على القرآن الكريم والسنة النبوية. إذن فالأمن الديني يتعلق بفهم ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والمحافظة عليه وحمايته من الأخطاء البشرية، وتوفير الإرشاد الصحيح للمواطنين وتمكينهم من ممارسة العبادات. ويتحقق هذا الأمن بوجود عدد من المؤسسات الحكومية. هذه المؤسسات هي منوطة بحفظ الأمن الديني، مثل ماذا؟ هيئة كبار العلماء، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأيضا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه المؤسسات الحكومية هي مسؤولة ومنوطة بحفظ الأمن الديني وحفظ الأمن أيضا الفكري. ننتقل إلى الفقرة الثانية، الأمن الاجتماعي. قيام الأمن أو قيام المجتمع على أسس سليمة في جانب العلاقات والتعاملات الاجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، والبعد عما يؤثر فيها سلبا، سواء كانت قبلية أو مناطقية أو غيرها. إذن الأمن الاجتماعي هو يتعلق بسلوك المجتمع، بالقيم الموجودة في هذا المجتمع، والأسرة عليها الدور الأساسي في تحقيق الأمن الاجتماعي بالتربية السليمة لأفرادها والمتابعة الجيدة. وتقوم أيضا المدرسة بوظيفتها لتحقيق الأمن والأمان للطلبة جميعا. كيف تقوم المدرسة بتحقيق هذا الأمان؟ عن طريق التعليم الصحيح ومنع استعمال العملية التربوية لأغراض غير صحيحة. والدولة حفظها الله تقوم أيضا بالعمل لتحقيق الأمن الاجتماعي، وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي. وتتضمن رؤية 2030 برنامج مهم في هذا الجانب، وهو برنامج جودة الحياة، برنامج جودة الحياة الذي سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الأمن الاجتماعي. إذن يا شباب، الأمن الديني يتعلق بالفكر الديني وفهم الدين، الأمن الاجتماعي يتعلق بالسلوك والقيم الموجودة في هذا المجتمع. نشاط 1 يا شباب، صفحة رقم 119، نشاط 1 صفحة 119. برجوع إلى هذا الموقع يستنتج الطلبة كيف سيحقق برنامج جودة الحياة الأمن الاجتماعي. نقول برنامج جودة الحياة
يهدف إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حي متوازن من خلال تهيئة البيئة اللازمة وتوليد العديد من الوظائف وفرص العمل، مما يساهم في توفير الأمن الاجتماعي. ننتقل إلى الصفحة التالية. ثالث عنصر هو الأمن الاقتصادي، هو توفير دعائم الإنتاج والحركة الاقتصادية السليمة والمحافظة على الثروة الوطنية. لماذا؟ لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع. وتقوم الدولة في هذا الشأن، أي في الأمن الاقتصادي، بعدد من السياسات والبرامج. هذه السياسات والبرامج مثل المحافظة على الممتلكات العامة للدولة، تشجيع الصناعة وتوطينها في المملكة ليكون الاعتماد ذاتيا، وتحقيق التوازن في متوسط دخل المواطن مثل إنشاء حساب المواطن لمساعدة ذوي الدخل أو ذوي الدخل المتوسط والضعيف، وبرامج الإقراض الميسر من عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية الاجتماعية. وتحقق رؤية 2030 هدفا مهما في جانب الأمن الاقتصادي بالمشروعات الكبيرة وما يتصل بها من فرص عمل وتحسين جودة الحياة. هذا بما يتعلق بالأمن الاقتصادي، أي اقتصاد المجتمع واقتصاد الدولة وما يجب أن يتوفر حتى ينمو ويزدهر هذا الاقتصاد. نشاط 2 صفحة 120، يحدد الطلبة أبرز أهداف بنك التنمية الاجتماعية. ما هي الأهداف الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية؟ ممتاز جدا. أول شيء، تقديم تمويل بدون فائدة. ثاني شيء، تقديم تمويل اجتماعي بدون فوائد. ثالثا، تنمية قطاع المشاريع. نلاحظ في الإجابة الأولى تقديم تمويل بدون فائدة وخدمات أيضا غير مالية لأي شيء، للمشاريع المتناهية الصغر. لماذا؟ لتشجيعا لأصحابها. تقديم تمويل اجتماعي بدون فوائد لمن؟ لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم في حياتهم. وتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايتها، لماذا؟ لكي يعزز دوره في التنمية الاقتصادية. هذا نشاط 2 صفحة 120. ننتقل إلى العنصر الرابع، الأمن المعلوماتي. ما معنى الأمن المعلوماتي؟ الأمن المعلوماتي هو متخصص بحماية التجهيزات والمعلومات والبيانات الرسمية المتداولة عبر الإنترنت من التسريب والاختراق وسوء الاستعمال والتخريب والاستعمال غير المصرح به والعبث بها. طيب كيف يكون هذا؟ كيف نحافظ على هذه المعلومات والبيانات الرسمية من التسريب والاختراق؟ عن طريق وسائل تقنية وتشريعات تنظيمية وإدارية لازمة. إذن الأمن المعلوماتي يا شباب هو يتطلب أو يتحقق أو المطلوب منه أو الهدف منه هو حماية المعلومات والبيانات الرسمية عبر الإنترنت. وأصبح أمن المعلومات مرتبطا بالأمن الوطني ارتباطا كبيرا جدا. أمن المعلومات هو أيضا مهم الأمن الوطني بسبب التطورات الحديثة في التقنية وظهور ميدان جديد للحروب بين الدول، وهو ميدان الحرب الإلكترونية. لذا أنشئت هيئة الأمن السيبراني، أي أمن المعلومات، الأمن السيبراني أي أمن المعلومات. ماذا تعمل هيئة الأمن السيبراني؟ ما هي فائدة هذه الهيئة، هيئة الأمن المعلوماتي أو الأمن السيبراني؟ أولا، هنا سؤال، اذكر أهمية الأمن المعلومات أو الأمن السيبراني. نقول رقم واحد، حماية الشبكات. اثنين، تعزيز أنظمة تقنيات التشغيل ومكوناتها. ثلاثة، حماية مصالح الوطن الحيوية. رابعا، التأسيس لصناعة وطنية في مجال أمن المعلومات وتدريب الطلبة السعوديين وتأهيلهم. خامسا، تعزيز أنظمة تقنية للمعلومات. سادسا، حماية البنية الأساسية التقنية. سابعا، حماية البيانات الشخصية. ممكن يا شباب أحفظنا ثلاث عناصر أو أربعة. نشاط 3 صفحة 121، ماذا تعني لك حماية البيانات الشخصية؟ ماذا يعنيه لك حماية البيانات الشخصية؟ بيانات الشخصية، ماذا المقصود بها أو ما المقصود بها إن أنا أحميها؟ هي حماية البيانات الشخصية أنها أمر ضروري ومهم، لأنها بيانات شخصية تتعلق
بشخصيتي وبحياتي الشخصية. ما الأضرار التي تنشأ عن تسريب بياناتك الشخصية أو بيانات أسرتك في رأيك؟ ماذا سيحدث أو ما الأضرار الناتجة عن لا قدر الله لو هذه البيانات والمعلومات الشخصية وبيانات الأسرة تسربت؟ ممتاز، أضرار متعددة منها نكمل يا شباب نشاط 4، أنواع التهديدات الإلكترونية الموجهة للسكان والمواقع الحكومية في المملكة في الربع الثالث لعام 1439 هجري. موجود هذه الصورة. بالاطلاع على الرسم السابق، يذكر الطلبة أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية تهديدا لأمن الوطن. نوع التهديد نلاحظ مع بعض: برمجيات خبيثة. أين هي البرمجيات الخبيثة؟ بنسبة 31%. طريقة التصدي له، ما هي الطريقة المناسبة للتصدي لتلك البرمجيات الخبيثة؟ عن طريق وسائل التقنية الحديثة وتطبيق العقوبات على المتسببين. أيضا للاطلاع صفحة 122، أصدرت الدولة عام 1428 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من أجل الحد من وقوعها وتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. ومن أبرز الجرائم المعلوماتية الواردة في النظام ما يأتي، مثل التنصت، الدخول غير المشروع، تهديد الشخص أو ابتزازه، المساس بالحياة الخاصة أو الشخصية، التشهير بالآخرين. أخيرا يا شباب، تقويم الدرس الثالث عشر. تقويم الدرس الثالث عشر: ما الفرق بين الأمن الاقتصادي والأمن الفكري؟ الأمن الاقتصادي هو يقوي النشاط الاقتصادي. الأمن الاقتصادي هو يتعلق بالاقتصاد، فيقوي النشاط الاقتصادي للبلد من خلال توفير دعائم الإنتاج والحركة الاقتصادية. هذا يتعلق بالأمن الاقتصادي. أما الأمن الفكري فهو يحارب التطرف في الفكر ويسعى إلى سلامة فكر الإنسان وعقله. الأمن الفكري يتعلق بفكر الإنسان وعقله ويحارب التطرف. ضع علامة صح وعلامة الخطأ. هيئة الأمن السيبراني تختص بشراء الحاسبات فقط. طبعا خطأ. الأمن الاجتماعي مهم لحياة المواطن. فعلا صح، لأن الأمن الاجتماعي يتعلق بالمواطن والمجتمع. برنامج جودة الحياة في رؤية 2030 يخدم الأمن الاجتماعي. ممتاز صح. الأمن الوطني شمولي وضروري للمواطن والوطن. صح. أستعمل معرفتي بالحاسب الآلي والبرمجة للدخول على شبكات غير مصرح لي بدخولها. خطأ، لا يجوز. التصدي للحرب الإلكترونية غير مهم في وقتنا الحاضر. بالتأكيد خطأ، لأن الحرب الإلكترونية التصدي لها في هذا الوقت وبالنسبة لهذه التكنولوجيا شيء مهم. التعرض لقيادتنا الوطنية مثل الملك وولي العهد من مهددات الأمن الوطني. فعلا صح، لا يجوز التعرض لهذه القيادات الوطنية. الإشاعة لبث الفرقة والاضطراب لا علاقة لها بالأمن الوطني. هل الإشاعة بث الفرقة والاضطراب والخوف بين الناس له علاقة ولا ليس له علاقة؟ بالتأكيد له علاقة. هنا يقول لا، إذن خطأ. يحدد الطلبة 4 من أبرز مجالات الأمن الوطني. سؤال مهم جدا يا شباب، سؤال مهم جدا. اذكر 4 من أبرز مجالات الأمن الوطني، مثلما أخذنا فوق في أول الدرس في الصفحة. اذكر مجالات الأمن الوطني، قلنا عندنا 8 عناصر أو مجالات، نحفظ 4: الأمن الديني والفكري، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، الأمن العسكري. هذه أبرز مجالات الأمن الوطني. ماذا يعني الأمن السيبراني؟ هنقول يا شباب، هو عدة إجراءات وممارسات تهدف إلى حماية الحواسيب والشبكات وما تتضمنه من بيانات من مخاطر الاختراقات أو التغيير أو غيرها من المشاكل. وبهذا يكون قد انتهى درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.